أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التزام مملكة البحرين المستمر بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هي جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية الأصيلة وعقيدتها الإسلامية السمحة. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية هذا اليوم سعادة السيد سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم في مجلس مفوضي المؤسسة الجديد. وقد هنأهم جلالة الملك المفدى متمنيا لهم التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية، مشيدا بكفاءتهم وخبرتهم في هذا المجال، ومنوها في الوقت ذاته بالجهد الطيب الذي بذله الأعضاء السابقين وتأدياتهم لمسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بالكفاءات البحرينية العاملة في مجال حقوق الإنسان وبدورها المشهود في الدفاع عن قضايا الوطن على المستويات الإقليمية والدولية. كما أثنى جلالة الملك المفدى على الدور المهم الذي يطلع به مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسؤوليات من أجل تنمية وحماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارساتها بكل حرية واستقلالية. وتطرق صاحب الجلالة أيده الله خلال اللقاء إلى ما حققته المملكة خلال عرض التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل في جلسة مجلس حقوق الإنسان والتي عقدت مؤخرا بجنيف والذي أشادت به الكثير من الدول المشاركة. وأكد جلالته أن المملكة تفخر بسجلها الحقوقي المتميز والذي يستند على نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة، وأن المجتمع البحريني تميز عبر تاريخه بسمات وقيم نبيلة في التعايش والتآخي والمساواة والتعددية. من جانبه فقد عبر سعادة السيد سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى أيده الله ورعاية جلالته الكريمة وحرصه الدائم على دعم المؤسسة وتسهيل عملها نحو الارتقاء بالعمل الحقوقي المستقل إلى آفاق أرحب، ودفع عجلة التطور والرقي في ميدان حقوق الإنسان للأمام، وهو ما يعكس بصورة واضحة مدى ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم في عهده الزاهر ومن تطور ونماء لتطبيق المعايير الدولية الحقوقية في جميع الميادين، مؤكدا على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة وهي أحد أهم الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها مملكة البحرين بخطى ثابتة وواثقة بفضل دعم وتوجيهات جلالته. وقال الفيحاني في تصريح له بهذه المناسبة إن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كان ولا يزال الراعي والضامن الأول لحقوق الإنسان وإرساء دعائم حرية الرأي والتعبير والتي تعد أحد أهم المنجزات للمشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، لافتا إلى أن ما تحقق من إنجازات مهمة على الصعيد الحقوقي بما في ذلك تطوير المنجزات الحقوقية وتعزيز مكتسباتها وتطوير التشريعات الحقوقية الوطنية لتواكب المعايير الحقوقية الدولية، مما جعل مملكة البحرين ترتقي إلى مكانة متميزة بين دول العالم.